اللي جايه على الدائري من مناطق وسط البلد او المنيب او الهرم ورايحه على القاهره الجديده. لو انت داخل زهراء المعادي في كوبري جديد اتعمل، ده اللي هنتكلم عليه وهنطلع عليه دلوقتي واعرفكم هيبقى واصل منين ودي لحد كوبري. هو كوبري كارفور اللي احنا شايفينه قدامنا دلوقتي، هتلاقي اليافطه مكتوب هنا علوي زهراء المعادي، بيسلك الكوبري او المقطم بيبقى من تحت الكوبري. الكوبري احنا هنتحرك دلوقتي مع بعض كده وهنشوف هيودينا على فين. مبدئيا كده خلينا اثبت الكاميرا الاول. انا بتحرك بقى ايه بالسكوتر النهارده علشان احاول يعني ايه متصل شويه في البنزين يعني. يلا بينا. لو كملت لتحت هتدخل على زهراء المعادي من اماكن تانية، يعني هيبقى عندك كمان دخلة اديداس، هيبقى عندك كمان طلعة حسب الله الكفراوي اللي من خلالها ممكن تدخل على المقطم. لكن احنا كده طالعين على الكوبري مباشرة اللي هينزلك ورا كارفور. هنطلع دلوقتي ونبص على الكوبري هيودينا على فين. كده وصلنا على قمة بقى الكوبري اهوت. لو نزلت كده من هنا كده انت وصلت، يعني تعالوا كده نبص بصة سريعة. انا كده واقف على الكوبري اهو. انت هنا عندك سيتي سنتر كارفور المعادي، انت كده فوق سيتي سنتر كارفور المعادي. كان الاول في النازلة اللي موجودة هنا بتنزلك على كارفور على طول، كانت بتعمل زحمة شديدة. وقدام شوية عندك كمان المدخل بتاع اديداس، لكن كل ده متاح لسه لحد دلوقتي. ولكن الكوبري ده كمان هيسهل عليك اكتر، هيدخلك في عمق زهراء المعادي، هينزلك ده كارفور اهو، انت هتنزل ورا ظهر كارفور على طول. تعالوا كده نبص برضو بصة ونكمل طريقنا. طبعا في برضه هتلاحظوا موجود هنا ده الجزء ده اللي بيبقى جاي من الناحيه الثانيه من الدائري، يعني جاي من القاهره الجديده وعايز تدخل على زهراء المعادي هتدخل من الناحيه الثانيه كده. برضه تعالى اوريها لكم ازاي هتبقى عامله ازاي من هنا اهي. اهو من هنا كده في طلعه للكوبري من اللي جاي من القاهره الجديده او جاي من مدينه نصر او الى اخره، او من المطار مثلا وجاي عايز تدخل زهراء المعادي، فبتدخل بتمشي الجزء ده كده بتطلع على زهراء المعادي مباشره. طبعا هو لسه مقفول هنا، لكن الكوبري هنا نفسه هو اللي مقفول. تعالوا كده نتحرك ونشوف الدنيا هتودينا لفين. اظن كده المعالم وضحت شويه. احنا كده نزلنا على في ظهر كارفور، على شمالنا كده هنلاقي مدخل لكارفور على طول. يعني الناس اللي عايزه تدخل كارفور بعد ما كانت بتقف في الزحمه في المدخل، هتبص تلاقي هنا على شمالك اهو كارفور، المدخل بتاع كارفور هنا والباركنج اهو. ولو كملت على طول هتطلع على زهراء المعادي ومنطقه الشطر السابع والشطر ال 13. وطبعا الشارع اللي احنا دايما بنشوفه واقف ده اللي هو الشارع الاخره الكوبري او اخره النفع عفوا بتاع كارفور. النفع اهو كده هنا كده هتلاحظ ده الشارع بتاع النفع. لو كملت على طول كده النفع، وطبعا الناس بتخش من هنا على زهراء المعادي والصينيه بعد كده، ودي كده اخر الكوبري. يعني اتمنى ان انا اكون قدرت افيدكم واوصل لكم المعلومه بالظبط. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد وكوبري جديد. مع السلامه.